غالية هالمرة ما في 140 160. هالمرة ماء وتمشية مع عبد الله. هلا ومرحبا. هذا راعي اللكسس جاي الحايل نوسع صدره. لا نوسع صدر الجميع. ايوه كلنا مغثين. وسع صدوره تغير الجو ونرجع ان شاء الله للرياض. كسرة الألوان مع الشمس شيء من الآخر. دايم بالأماكن الوعرة صار موترك عليه زوايد أمامية وخلفية. لا جيت أماكن زي هذه ترفق ارفع الموتر على الهاي عشي قد دبل الخفيف. لازم تعشي قد دبل الخفيف وبواحد وبشويش أمورك بالسليم. ركز وشغل الكاميرا تقدر تشوف اللي قدامك يمينك ويسارك وإن شاء الله ما راح تتضرر الزوايد. إذا استصعب عليك الأمر خلي إذا أحد من أخوياك معك خليه يصير قدامك يوجهك تروح يمين وتروح يسار.
يا مساء البناشر. المشكلة مو بالبنشر، المشكلة انك رايح ما تخيله، جاي من الرياض محرك الصبح، اول ما دخلت الردمية واسمع قرشي حقت السلسلة اقول عاصم يا ولد الظهر الله العالم ما معي سبير، عاد كفرات الماكسس هذول خلقه يا ابن البنشر حقت نفود بس. واول ما دخلنا مع الردمية مع هذا طاير شوي الا يوم قال وننزل ندور سبير مرة ما هنا شيء، ويوقفون هذياب يا حبيبين رايح الشخص ابو عبد العزيز الله يبيض وجهه، ولا فكينا الكفر الصغير هذا نذكر ما يركب، قال خلينا نجرب ونشوف. عاد ما ركب كلمت اخوي وجاب لنا عاد بالون ماكسس وبناخذ الموتر بعد سبير حق تندرا ونركب ونحرك ان شاء الله، والاخويان توارن باذن الله يعطيهم العافيه. ابو عبد العزيز حلف علينا يا حبيبي الا تقهون الا تعشون، قلنا يلا قهوه بس وبنتوكل على الله، بيض وجهه يعطيه العافيه. بس قسما بالله ما ادري شلون راحت عن بالي اني ناسي اركب سبير، لانه مركب من كفرات اللي قبل تذكرون جنط العشرين، وراح عن بالي نسيت اني ما في سبير ابد. بس الواحد لازم ينتبه. هذا ما دخل سدت وارن الشوارع تبارك الله، هذه دخلتنا عقب البنشر. تونا ناصر خويانا، المفروض انه واصلين من الساعة 2، لكن شوفوا كم الساعة الحين، 4 وكم، 4 وربع، ساعة متقدمة، عشوا 4:05 دقايق. يا لبي الأجواء العليلة، درجة الحرارة 22، السد مليان، ما شاء الله تبارك الله. اللي ما هو مليان يعني ما هو زي 5 سنين امتلا قول حلا طارة اطيب مريقة يا بعد حيد زي شيء الغدوة عقب بنشر وجوع وخطوط